رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده النبوي الكريم كانت حلقات العلم كثيرة، وكان العلماء من الصحابة والتابعين يملؤون أركان المسجد يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم، وبلغ التابعون درجة كبيرة في حب العلم، حتى إنك كنت تجد عائلة واحدة بها أكثر من عالم. ومن تلك العائلات عائلة عقبة الأسدي. ما أكثر حلقات العلم هنا؟ هكذا هو مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ملتقى العباد والعلماء. ولكن هناك ثلاثة علماء حلقاتهم قريبة من بعضها بعضا، لماذا؟ إذا اقتربت أكثر ستجد أن الثلاثة أيضا يشبهون بعضهم بعضا. أتعرف من هم؟ من؟ إنهم الإخوة محمد. وانظروا كيف عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الرسالة. فيروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير في أحد الطرقات في مكة، وذلك قبل أن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي، فمر على قوم يأكلون وأمامهم الطعام والذبائح، فاقترب أحدهم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحمل طبقاً به لحم، وعرض عليه أن يشاركهم الطعام. فماذا كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واذكروا أن الوحي لم يكن قد جاءه بعد. لقد رفض أن يأكل من هذا اللحم، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وإبراهيم: وفي الحج هناك ملابس لا يجوز أن تلبس، فلا تلبس القمصان ولا السراويل، ولا يغطى الرأس بالعمائم ولا أي غطاء للرأس. جميع الحجاج يرتدون الإحرام رداء وإزارا فقط، وهكذا يصبح الجميع سواسية متشابهين. فجعل الله من الحج تذكرة لهم بأن أحدا منهم لا يتميز عن الآخر إلا بتقوى الله. وموسى، محمد وإبراهيم وموسى هم أبناء عقبة الأسدي. سمعت عنهم من قبل، وأعرف أن موسى من رواة الحديث الشريف. نعم، هذا صحيح. يا لها من عائلة كريمة، بارك الله فيهم جميعا. ولذا فكل ما تعمله من عمل صالح في الدنيا سيصحبك بعد الموت، فأكثروا من العمل الصالح. معنى هذا أنني إن أكثرت من العمل الصالح فلا ينبغي لي أن أخاف من العقاب والعذاب في القبر؟ أخبرني يا أخي، هل ستكون أكثر فعلاً للخير من الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد لا. إذن فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، فأجدر بنا جميعاً أن نستعيذ بالله من هذا العذاب. اللهم قنا عذاب القبر. آمين. اللهم اجعل قبورنا رياضاً من رياض الجنة. رغم علم التابعي الجليل موسى بن عقبة، إلا أنه قرر أن يخوض مجالاً جديداً في العلم لم يكن أحد قد سبقه إليه. فما هي القصة وراء ذلك يا ترى؟ كم أتمنى أن أستمع لقصص غزوات الرسول الكريم وتاريخ معاركه العظيمة التي دافعت عن هذا الدين ومنعت أعداءه من التعرض له. ما كل هذا الحماس؟ ولماذا لا تريد مثلا سماع قصص عن أي شيء آخر؟ عن كرم الصحابة مثلا أو ورعهم؟
رضوان الله عليهم. أريد أن أستمع إلى كل قصصهم بالطبع، ولكن قصص الجهاد تحديداً تحمل الكثير من المعاني. أجدني أريد سماع المزيد، وللأسف لم أجد أحداً مهتماً بهذا النوع من القصص ويحكيه للناس. أمر سهل جداً، هيا بنا. إلى أين؟ إلى تلك الحلقة التي هناك. أفيها من يحكي قصص غزوات ومعارك المسلمين؟ نعم، إنه شرحبيل بن سعد. وفي غزوة بدر أرسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى بئر بدر ليستطلعوا الأمر، وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. ثم انتظر يا شرحبيل. ما الأمر؟ لم يكن معهم سعيد بن زيد. أظن أنه كان معهم. لم يشهد سعيد بن زيد بدرا من الأساس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه هو وطلحة بن عبيد الله قبل المعركة إلى قريش لمعرفة أخبارها، ولم يرجع إلا بعد نهاية المعركة. نعم نعم نعم، معك حق. اختلط علي الأمر، سعيد وطلحة لم يكونا معهم، ولكنهما شهدا غزوات بعد ذلك، واستشهد طلحة بن عبيد الله في حروب الردة. ماذا؟ كيف؟ لقد عاش حتى شهد خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، إنه جد أحد أصدقائي. نعم نعم، لعل الأمر اختلط علي مرة أخرى. ما هذا؟ هذا الرجل ليس متأكدا مما يقول. فلنستمتع بحكاياته ونستفد منها، فهو في النهاية يحكي أحداثا لم نعاصرها. وهذا أدعى لأن يكون دقيقا فيما يحكيه. الإمام موسى، ألا تدرك خطورة ما يقوله؟ كان شرحبيل من أعلم الناس بغزوات الرسول والصحابة، ولكن يبدو أن التقدم في السن قد أثر على ذاكرته، فاختلطت الأحداث في رأسه. إن لم يوثق أحد هذا العلم سوف ينسى الناس ما حدث في تلك الغزوات، وربما أثر هذا على فروع أخرى في العلم. كيف يؤثر؟ إنها مجرد حكايات. لو أخبرتك أنني سمعت حديثاً رواه تابعي عن تابعي، عن صحابي، عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم سمعت أنت شخصاً آخر يقول إن ذلك الصحابي استشهد في بدر، فكيف يكون قد رأى ذلك التابعي؟ عندها ستختلط الأمور ولن يصدق أحد ما يسمعه، ولذا فقد عزمت أمري. على ماذا أيها الإمام؟ على تدوين المغازي. لم يقف التقدم في السن عقبة أمام موسى بن عقبة، كان يذهب إلى كل من يعرف أخبار غزوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقعت غزوة بدر يوم 17 من رمضان، وكان عدد جنود المسلمين 314 مقاتلا. كلما سمع بمكان أحدهم ذهب إليه يستمع منه. بعد أن نقض اليهود العهد مع المسلمين في معركة الخندق، عاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، وتم طردهم خارج المدينة، فاتجه أغلبهم إلى خيبر. ويدون ما يسمع. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة، وهو المكان الذي جمعت فيه غنائم حنين. ثم يجمع كل ما دونه ويقارن بين الروايات المختلفة لينقحها ويختار منها ما اتفق مع بعضه بعضا. وهكذا أصبح موسى بن عقبة واحدا من أشهر من يتحدث عن غزوات المسلمين. هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال من سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5، ثم قاتل يوم خيبر سنة 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة 8، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة 8 من الهجرة، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10. وغزا 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزوة غزاها هي غزوة الأبواء. استمر الإمام موسى بن عقبة الأسدي يعلم الناس مما علمه الله، فيروي لهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم طارة، ويقص عليهم قصص غزواته عليه الصلاة والسلام طارة أخرى. وظل واحداً من أكبر علماء مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله سنة 41، رحمه الله رحمة واسعة.